اليوم هو عرس اللي كيذكرنا بالاعراس اللي كانت كتعرفها مدينه مكناس في مجموعه من الرياضات. وكتبقى الكره الطائره هي واحد الرياضه محبوبه المكنسه، واحد الرياضه اللي النادي المكناسي كان ديما في المقدمه، والحمد لله اليوم كيذكرنا بانه الكره الطائره كاينه في مكناس، الكره الطائره هي ديال المكنسه، والكره الطائره اليوم النادي المكناسي رجع في المقابله. راكم تبعتوا يعني اللقاء كيفاش فات، ولكن الحمد لله اليوم كيبين بانه النادي المكناسي واللاعبات مكناس عندهم مؤهلات اللي الحمد لله ديما كتخلي النادي المكناسي في الرياضه، في الرياضات الجماعيه لا في الكره الطائره، ونتمناو كذلك انا في كره اليد وفي الرياضات الاخرى ان شاء الله. انه هذا الاقلاع هذا وهذا التتويج هذا ان شاء الله غادي يكون واحد 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 فيها الخير، غادي يكون واحد الاقلاع باش تكون واحد الرؤيه ديال الرياضه في مدينه مكناس، باش نردوا العز لمدينه مكناس في جميع الرياضات ان شاء الله. وهاد الشباب هادو لا خير دليل ولا خير وفا الخير ان شاء الله، باش اننا ان شاء الله غادي نتوجوا النادي المكناسي في انواع اخرى ان شاء الله في المستقبل القريب.